الأمن في مصر لديه معلومات. هدفي أيضا عمل يعني نقطة ضوء أمام البعثة، طبعا احترافية بدأها ويواصلها النادي الأهلي ما بعدها احترافية. الأهلي اعتاد أن يلعب حتى يعني في قلب غابات السنديان وفي قلب أحراش أفريقيا ولا يخشى أحد، لكن يعني بحكم التسميات المعتادة هذا الرجل اللي يطلق عليه من الغنيين نفسهم أهل غينيا، يعني مش غانا، النحوت غينيا. هذا الرجل يملك أدوات كثيرة جدا ويداعبه حلم الثراء من قرابة 20 عام. اشترى الأغلب الأهم من المنشآت الرياضية لما طرحتها الدولة الغينية للبيع. يملك شبكة راديو وتلفزيون وصحف إلكترونية، يملك بوارج تجارية زي ما قلت حضرتك، يملك ما يسمى به موقع رياضي، مش موقع صحافي، موقع كده 15,000 وفندق، حتى يصيد بعض النجوم صغار السن وثم يعيد تصديرهم للخارج. لكن هو اعتاد على أحلامه أن يستعين ببعض ما كان يعني ولا زال مرفوض من الأهلي ومن الكرة المصرية منذ قدوم أحمد، وهو يعني يعمل على تطهير التحكيم الأفريقي تحديدا. وبالتالي ما وصلني من معلومات عبر أصدقاء من أصل مصري مشكورين يعني يعملوا في مجال التسويق، وبالتالي لديهم من يذهب لشراء لاعبون أو عقود لاعبين من غينيا وغيرها، أن هذا الرجل اشتاط غضبا عندما علم أن السريري العربي التونسي الدولي سيحكم المباراة، والرجل مشهود له بنظافة تاريخه ونظافة يده أيضا، وبالتالي يعمل الآن بحسب معلوماتي على يعني سياح كثير حول الفندق، يعمل على مبيع تذاكر أكثر بكثير، حتى هناك جماهير في الخارج أكثر ربما من الموجودة في الداخل، وبالتالي يلهب حماس يعني جماهيره بطرق تعد يعني غير نظيفة، زي قلنا أن اللعب النظيف يحتم غيره هكذا. لكنه ينسى أن الأهلي مدرب على هكذا اختبارات، الأهلي دائما بالضبط متعود على كده بشكل كبير جدا، يعني جماهير وقبائل يعني الزولو في الاتجاه بتاع انديه زائير وغيرها وكوتوكو مدرب حتى على ما يسمى بالهوس اللي بيحصل. إنما قلنا ننور برضو علشان أي من المراقبين أو غيره يبقى عارف أن الإعلام المصري عمل سبوت على محاولات هذا الحوت الغيني أنه يعبث بمقدرات البطولة، لأنها بالنسبة له تساوي ثقلها ماس بحسب تصريحاته للصحف هناك. لو ما كانش الحكم تونسي، هل حضرتك ممكن كنت تشك أن يكون في تلاعب في المباراة من قبل الحكم لو كان حكم أفريقي آخر؟ وإحنا عندنا أمثلة كتيرة جدا، ويمكن كان أبرزها لامبتي طبعا الحكم الغاني اللي حكم مباراة الأهلي والترجي لو نفتكر هناك في تونس، وهدف الشهير بتاع إنرامو. هل حضرتك بتلمح لهذه الجزئية بالتحديد لو ما كانش الحكم تونسي؟ ما شاء الله عليك. والموسم الماضي أيضا كانت هناك يعني ألعاب من رجل كان يشار إليه أنه رقم 2 في أفريقيا، لكن زي ما بقول لك مشكور أحمد ولجانه بالزبط. عمل على التطهير، ولكن تبقى الحرفية يعني الشمال بين تنصيص زي ما بنسميها بمعناها الدرجة في مصر قائمة دايما. يحدث ضغوط، يحدث تمت إرباك للآخر، قد يجد بعض الحكام يعني من القارة من داخل القارة السمراء بعيد عن الشمال العربي الأفريقي هدايا ولو مفاجأة بما يوعز للفريق الآخر أنه خلصنا الموضوع، إلى جانب أنه لازال بالطبع هناك بعض الحكام خاصة أكيد. ودي بقى بحكم المهنة وخبراتنا وعلى مسؤوليتي مفهومة، بعض الحكام في قارتنا وفي أمريكا اللاتينية في عامهم أو عامينهم الأخيرين قد، وبقولها تاني، قد يبيعوا كل شيء مقابل حفنة من طبعا عشرات الألاف من الدولارات. وبالتالي الأهلي يعرف جيدا ما هو ذاهب إليه، لكن أردنا تزويد الرأي العام وإضافة شيء مهم جدا، أن الإعلام في مصر واضح وصريح ويعرف ما يمكن أن يحاك. هو نفس القصة برضو الرئيس مازيمبي برضو عنده نفس النفوذ، ويعني برضو بعض الأمور بتقال عليه في هذا الاتجاه برضو. أستاذ عصام رائع ما شاء الله عليك، لأن الناس دي اعتادت على الاستثمار، يعني الاستثمار اللي هو سريع المكسب بالزبط.
الاستثمار في الرياضه حاجه محترمه، لكن هم اعتادوا على ده. وعشان كده حتى مازيمبي تلاقيه اشترى ثم باع مره واحده لتعويض خسائره. طيب يبدا يجيبها منين؟ ماتش هنا ماتش هناك، ولو وقع في طريقه حكم من اصحاب الذمم من البلاستيك يعني وارد جدا ان يعقد معه صفقه. وانت لسه مذكر جمهورك المحترم بواقع يعني الراجل طار ولعبها بايده ولا كلنا فاكرينها طبعا هدف. وبالتالي لدينا بعض المصاعب في افريقيا، لكن ده قدر الاسطوره الحمراء الاهلي، ده قدر نادي القرن، ده قدر الكبير افريقيا وعربيا والمصنف عالميا صاحب اعلى يعني الالقاب، ده قدره وهذه هي قارته. لكن الحقيقه يعني يكاد يكون بتتلاشى الحاجات دي، خاصه وان هناك فارق بين الجماهير والحكومات، لان الحكومه الغنيه الحقيقه والسفاره طبعا ارسلت سريعا مبعوثيه واستقبلوا الاهلي قدر يعني ما يمكن ان يكون قدر النادي الاهلي. فهناك فارق بين عابثين وبين علاقات شعبيه وعلاقات دبلوماسيه مع دول نحترمها يا دول قارتنا السمراء. سريعا يا استاذ عصام، ما ينفعش تكون معايا وما اخدش توقعاتك لمباراه الغد، شايف المباراه ازاي وتوقعاتك ليها ايه ان شاء الله؟ اعتقد انه كارتيرون عودنا انه بقى يعني من ضمن الذين يلعبون المباريات بتكتيك تستحق يعني المباراه نفسها، هي مباراه البدايه طبعا مع التغيير. وده برضه من الشيء اللي اربك رئيس حرية انه الحكايه بقت بخروج المغلوب. ومن ثم اعتقد ان كارتيرون لن يعني يبحث كثيرا عن تهدئة اللعب، سيلعب على تاريخ النادي الاهلي وبحسب المعلومات وبعضها من مراسلينكم المحترمين هناك. طبعا بيتقال ان الراجل هيقول بعد العشاء محاضرته، واللي اعتقد ان هي هتكون نفوز اولا بان احنا نبقى موجودين بلغه الكره راكبين المباراه قبل ان نبحث عن تامين المرمى الاحمر، وبالتالي هيبداها مهاجما وقد يدفع بازاره ومعه ربما صلاح محسن استفاده من رغبته العارمه وما قدمه مع المنتخب امام النيجر، او قد يؤجله. لكن في كل الاحوال لن يقل الهجوم الاحمر الثابت عند لاعب مع ازارو، بالاضافه للقوات بقى اللي مش عايزين يعني نحكي فيها كتير، اكيد مراقبه الحكايه جانبي الملعب ووسط الملعب، ستجد قرابه 5 ل6 لاعبين دايما بقرب منطقه جزاء المنافس. نتيجه النتيجة اعتقد انه يعني التعادل وحده لا يكفي، هناك طبعا الطموح في ان يفوز الاهلي والامل، لكن على الارض اعتقد ان الفريق ده سيقاتل من اجل نقطة التعادل على الاقل. انا مش هصدقهم لو قالوا نبحث الفوز على الاهلي، فهم يعرفوا تاريخ منافسهم، لكن الثلاث نقاط يعني ليست بعيدة عن النادي الاهلي. الثلاث نقاط بقى احنا بنلعب في دور ربع النهائي يا استاذ عصام، فاكيد عايزين جون على الاقل في هذه المباراة. وده اللي بقوله لحضرتك يعني الثلاث نقاط ليست بعيدة، ما شاء الله عليك اميرو. يعني فعلا نحتاج هدف، اما ان يكون هدف الفوز او على الاقل يبقى ضمن منظومه التعادل يعني. ان شاء الله. استاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا.